الحقيقة أعلن وزارة الخارجية عن أنه عدم وجود نوايا حقيقية بقيت جدولة الوجود الأجنبي بأرض العراق. هذا ليس بجديد، نحن كمراقبون نعي تماما أنه ما سمي مفاوضات هي كانت عبارة عن تلقى أوامر ولا وجود للمفاوضات بخصوص جدولة الوجود الأجنبي. والمفاوض وصال المقاومة كذلك تعي تماما أن الحكومة غير جادة، هذه الحكومة وسابقاتها بدون استثناء غير جادين بإخراج القوات الأمريكية من أرض العراق، لأن هنالك مصير مرتبط مع الجانب الأمريكي، هنالك ديون عراقية، هنالك أموال عراقية، هنالك رغبات لساسة عراقيين أن تكون هنالك عملية توازن سياسي، لأنه يعتقدون أن هنالك تدخل إيراني وهنالك تدخل أمريكي، وبالتالي انسحبت الأمريكا أو انسحبت القوات الأمريكية من أرض العراق ستخلق الساحة إلى الوجود الإيراني، وهذا ربما سيخلخل عملية التوازن السياسي. لذلك بعض الساسة رهنوا وجودهم بوجود التوازن الأمريكي الإيراني داخل أرض العراق. فأعتقد يعني بالنسبة لساسة العراق وبالنسبة للمراقبون ليس بجديد قرار وزارة الخارجية العراقية، وكذلك أنا شخصيا كثير من الأخوة المراقبون نوهوا كثيرا على أنه ما يسمى المفاوضات هي عبارة عن تلقي الأوامر، وفود عسكرية تذهب إلى واشنطن لاستقبال وتلقي الأوامر من قبل الجانب الأمريكي ومناقشة الوضع السياسي الوضع العسكري. لذلك نقول أنه ما ذهب سابقا كان عبارة عن وهم، ولا وجود لشيء اسمه التفاوض مع الجانب الأمريكي لجدولة وجوده، وأن الحكومات العراقية كانت تعطي بنج للشعب العراقي، خصوصا بعد أن انتفض الشعب العراقي وطلب من البرلمان أن يخرج بقرار لإلزام الحكومة بجدولة الوجود الأمريكي، وأعلن السيد عبد المهدي رسميا أنه غير مخول بالتفاوض مع الجانب الأمريكي الحكومة مؤقتة، ودور الموضوع إلى حكومة الكاظمي، وحكومة الكاظمي كانت محرجة سواء كان من الشارع العراقي أو من الشعب العراقي أو من بعض السياسيين الوطنيين. لذلك بعثوا أكثر من وفد ظاهريا أنه هو لغرض التفاوض لجدولة الوجود الأجنبي، لكن حقيقة هو عملية تنسيق مشترك بين القوات العراقية وكذلك القوات الأمريكية. ثم جاء السيد محمد الشيع السوداني وهو نتاج المقاومة العراقية، وكنا نعتقد أنه هذا المسار سيتحول باتجاهات أخرى، لكنه يبدو سائر الذين سبقوا ومشى على نفس النهج. لذلك نقول أنه أمريكا احتلت أرض العراق منذ 2003 وليس لديها نوايا حقيقية للخروج من أرض العراق، وبالتالي على العراق أن ينقسم قسمان أو أن يذهب باتجاه واحد، يا أما نذهب باتجاه المقاومة ونعمل على أنه الوجود الأجنبي بأرض العراق هو وجود محتل، ويجب أن نعمل مع أي شكل من أشكال الوجود الأجنبي بأي صفة من الصفات، وأي دولة لديها خيارات وقرارات وتدخلات وضغط على القرارات العراقية يجب أن نتعامل معها وكأنه تدخل أجنبي بأرض العراق، ونتعامل مع الكل وفق مبدأ المساواة والعدالة والسيادة العراقية. يا أما ننقسم انقسامات أخرى ونتحول بأحضان الأجنبي، وبالتالي هذا سنودع السيادة العراقية وسنكون كما سبقونا من بعض السياسيين الفاسدين أنه نرتمي ونكون عملاء لصالح الأجنبي. طيب سيد عدنان، إذن في